نسيت وقتها اني ممكن اخد حقي من الناس اللي بتفضل عليا. ايه ده؟ هو ممكن الصوره كنت مجنونه؟ امل جديد؟ يعني انا هرجع احلم من تاني؟ يعني خلاص مفيش واسطه؟ مفيش حد هيأيدني تاني؟ خلاص انا هروح احقق اول حلم حلمته. سمعت عن اول حلم؟ بتتكلم عن دكتور مجنون بيحاول يسيطر على العالم من خلال المرضى، بيقنعهم ان هم عايشين في تربه، ومن خلال الادويه والتجارب اللي بيعملها بيبدا يسيطر على عقولهم عشان ينجح ان هو يسيطر على العالم. لكن بتحصل واقعا ان احد الناس المرضى بيبدا يفكر ويبدا يدور ان هو الدكتور ده بيحور علينا ويشتغلهم، لحد ما سكان المقبره كلهم بيقتنعوا ويبداوا يدمروا في المقبره وينهوا مخطط الدكتور في السيطره عليه. انت يا سمعت صوت الرصاص؟ الرصاص صحاني من احلام دي كلها؟ الرصاص كان بيتكلم على غفله ما كانش ينام ولا رد عليك؟ صرخه. تمام، انا مجدي رابعه كليه اعلام، بس كم شهر اتخرج. عندي كنت واخد دور شخصية اسمه بليا. بليا ده شخصية يعني شوية عبيط أو يعني مختل عقليا. بليا ده بيبدأ في البداية في بداية المسرحية إن هو بيبقى شخص طبيعي عبيط جدا ومش عارف إيه وبتاع، وبعدين بيرجع يحكي أزمته اللي هي وصلته إن هو يموت وهو عبيط. أنا نورة حسن، كلية إعلام سنة رابعة إنجلش. السنة دي آخر سنة هنا في فريقنا، والفرقة دي عددها بتتكون من 14 حد. ومن هنا احنا قررنا إن بما إن آخر دي آخر سمستر لينا إن احنا نعمل مسرحية بإيدينا، يعني احنا اللي نخرجها، احنا اللي نألفها، احنا اللي نعمل كل حاجة. ابتديت أكتب في المسرحية إن احنا كانت الفكرة في الأول إن احنا عايزين نكتب حاجة عن عالم موازي، قصص اللي بتحصل في المجتمع. لو الناس لو هما مثلا في مقبرة، يا ترى الناس اللي في المقبرة دي هيقولوا لنا إيه؟ احنا دايما بنسمع نظر الام بعد ما ابنها بيروح منها، بنسمع الناس اللي بيفقدوا عيالهم، لكن ما بنعرفش الناس اللي بيبقوا في قلب المقبره عايزين يقولوا لنا ايه او ايه احساسهم. الله، بس ماما فين على مشيتها؟ انا جايه يا حبيبتي. بالسلامه يا حبيبتي. ده بقى الباشمهندس ماجد، باشمهندس في البترول. مدام سهى كلمتني عن حضرتك وعن ساره كتير قوي، في الحقيقه انا سعيد جدا اني اتعرف عليك. انا اسعد يا سارة. تعالي عودي يا حبيبتي، تعالي عودي. أنا محمد خالد سلامة، طالب سنة رابعة كلية إعلام قسم إذاعة تلفزيون. المفروض إن أنا رئيس الفريق المسرح بتاع كلية إعلام. الحمد لله عملنا العرض المسرحي بتاعنا بتاع عملنا عروض طويلة. ده عرض كان اسمه الفنالة، تأليف نورة حسن وإخراج ياسمين القاضي. العرض قعدنا نحضر فيه حوالي شهر، شهر ونص تقريبا. الحمد لله اخترنا كتبنا عرض، دي تجربه لينا ان احنا بنبقى كاتبين عرض واخراجنا ترم تاني برده مش جايبين حد من بره. كتبنا عرض كويس، عرض بيقدم حالات مختلفه عن الناس، والعرض ده بيتكلم عن كذا حاله موجوده في المجتمع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. العرض بيتجمع ناس ميتين، ميتين اللي بيحكوا هم ماتوا ازاي، كل ميت مات بحاله معينه، سواء بقى قتل، سواء بقى مشكله في ماتش، سواء مظاهرات، سواء كل الكلام ده. احنا عملنا مسرحيه الفيناله الترم الثاني مهرجان الطويل. الفيناله قامت بدايتها بفكره في ورشه تجاريه مع الافكار، بعد كده كتبتها نوره حسن معانا في رابعه انجلش، كتبتها هي كلها من الالف الى الياء. تم اخراجها بطالبه، رغم ان المهرجان الطويل ممكن يبقى مخرج من بره المهرجان، من بره الكليه مش طالب، بس احنا اصرينا ناخد الرسم من اولها لاخرها. احنا كتبنا وياسمين القاضي هي اللي اخرجت. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي فادي عاطف، بلعب شخصية عصام في مسرحية الفنانة. المفروض إن دي آخر مسرحية ليا قسم إذاعة التلفزيون. المسرحية بتأليف نورة حسن، هي أحد أعضاء الفنانة.
فريق المسرح وهي اللي قامت بتأليف المسرح من أول لآخرة. هي مسرحية مش نص إحنا واخدينه، لا هي مؤلفة بدأت تشتغل وتألف واشتغلت على العرض ده، والمخرجة ياسمين القاضي شغالة في الإخراج بقى لها سنتين. المسرحية بتتكلم عن حياة الناس اللي عايشة وهم ميتين كعالم مواسي، يعني الحاجات اللي هم بيعانوا منها، مشاكلهم، ماتوا ازاي. انا اسمي معتز صلاح، كنا في مسرحية الفنالة، كنت بعمل دور الطفل. الدور ملخصا كان بيعبر عن طفل مات في حادثة باص وهو راجع من المدرسة، فبعد ما مات هو مش مدرك اللي هو في التربة ولا الكلام ده كله. فاحنا كنا بنعمل حاجه اللي هو الناس، في ناس ثانيه عايشه في التربه وناس ثانيه عايشه بتتعامل معاه، فالطفل ما كانش مدرك اللي هو ايه اللي حصل، فكان بيسالهم وكان بيعرف، وهو عرف منهم اللي هو مات وكان مستغرب ازاي، طب ماما هتيجي تسال عليا ولا لا والكلام ده كله. قلبي عصام، ايه يا عصام انا مش هخلص منك. اهو ايه بس بتحكي من غير يا قلب القلوب؟ انا اقدر اقول ينفع كده يا نجم القلوب؟ والله ما قصدي، والله كنت بتحكي من غيري وانا شايفك. والله يا عصيم يا طلبه مجد هو اللي قال. طبيعة العرض بتتكلم عن أموات، بس هو إسقاط طبعا. احنا عاملين العرض السنة دي من تأليفنا، ما جبناش مؤلف من برا ولا جبنا مخرج من برا ولا أي حاجة، حبينا نعتمد على الموارد الكلية بحيث إن كان معظم الفريق يتخرج السنة دي، فقررنا نعمل الفينالة. العرض بيتكلم عن مجموعة أموات، الأموات دي كل واحد مات ليه حكاية، كلها بإسقاطات على حاجات للشعب المصري أو اللي حصلت في الثلاث سنين الأخيرة، منهم سنين الثورة وبعد الثورة كمان. بس وكنا عاملين حبه، يعني الانتاج كان شخصي بطريقه جميله جدا السنه دي. اتكلمنا عن دورك بالتحديد، يعني دور طلبه هو دور بلطجي، هو مش بلطجي اساسا، بس هو شاف لجأ للبلطجه ان هي الحل بعد ما حاول يلجأ لكذا كذا طريقه بعد ما كان متفوق جدا في حياته، وفي نفس الوقت لقى الواسطه بتاذيه، لقى الواسطه بتاذيه، فهو كان حابب يحمي نفسه بحاجه، فابتدى ياخد سكه طلبه، بس هو اصلا كان اسمه ياسر. يعني الفناله تاليف نوره حسن.